أصحابهم وتأدب في مجالسهم جازم سيدي زهير الحمصي يعني ورا حليفة سيدي أبو عمر عسلو فيا رب يا رب فيا قولوا يا رب يا رب فيا رب المصطفى بلغ مقاصدنا آمين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تعال ابو مجدي مولاي يا صالح الله 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 بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا منك فضلا عسى يدوم الذي منك عودتنا الله 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 لا إله إلا الله يا ربي صل على المصطفى صلاة تكون رفاء لنا الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله فيا ربي صل على المصطفى صلاة تكون فتوحا لنا الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله لب الإحسان لديه والروح تحن إليه صلاة الله عليه وسلام الله عليه من مثل حبيبي طه فيه يتجلى الله بلطائف ما أحلاها وبها الرقيا والجاه لب الإحسان لديه والروح تحن إليه فصلاة الله عليه وسلام الله عليه سمحوا لي ما كنت سندويشة قطاطة باذنجان.